الحقيقة شفنا طيف واسع من المشاريع، منها مشاريع أتمتة فيها برمجة وفيها عملية استخراج تقارير وما إلى ذلك، في مشاريع أيضا تحكم، وفي مشاريع لها علاقة بمعالجة الصور، في بعض المشاريع فيها نوع من الذكاء الصنعي والروبوتيك. الحقيقة تنوع لا بأس فيه، المستوى اللي وصلته هالمشاريع مقبول، يعني بيعبر عن أفكار ممكن تلاقي طريقة للتنفيذ الفعلي وتصير منتجات بالمستقبل. فنحن هالنوع من المشاريع هذا بندعمه بنشجعه وبنحاول ايضا نوجهه بالاتجاه الصحيح حتى يصير منتج بالنهايه. يعني كان الحقيقه في تركيز على مدى قديش الابداعيه الفكره، كان كثير هذا الشيء مهم، قديش اليوم الفكره بتخدم المجتمع، بتخدم خلينا نقول اعاده الاعمار، اعاده البناء، كل هذا الحكي، قديش ممكن تتحول لعمل مستقبلي، لبزنس ممكن صاحب المشروع يطور ويشتغل عليه لحتى يكون خلينا نقول مشروع المستقبلي، مشروع حياته المستقبلي. فكانت هي من المعايير اللي اخذناها. شو الخطط المستقبليه، افاق تطوير المشروع واستثماره، كانت كمان من النقط اللي اخذناها بعين الاعتبار اثناء عمليه التقييم. فكرة مشروعي هو عبارة عن شلال مي مأتمات، احنا تحكمنا بنزول المي، فبننزل بكلمات الألوان اللي احنا بدنا اياها، وممكن نستخدمها بالإعلانات لقدام كتسويق، فبينزل فيها كلمات وأشكال، وإلى كمان طرق للتطوير. أنا فكرتي كانت بناء شبكة افتراضية باستخدام بروتوكول أوبن في بي إن. هلا هاي الفكرة هي سوفت وير وبتختص بالشبكات. الفكرة المميزة فيها يعني طلعت شوي عن المألوف عندنا بالاختصاص بمشاريع الهاردوير أو مشاريع التحكم، انتقلت لشيء بالشبكات. انتقلت لضرورة انه نحن غالبا نستخدم برامج أجنبية لحتى نقدر نتبادل معلوماتنا بطريقة مؤمنة. حتى هاي البرامج الأجنبية هي مراقبة من الدول اللي موجودة عندنا، فأنا بدي أحاول أكثر احتكار هاي الدول الأجنبية ويكون في شيء خاص فينا بالبلد.